وقفة سبقت بمواقف كثيرة يلخصها مبدأ وعقيدة. أما المبدأ فيحفظه كل الجزائريين مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وأما العقيدة فإيمان باكتمال استقلال الجزائر فقط عند تطهير أولى القبلتين من اليهود المغتصبين. ما هيش معركة فلسطينيين وحدهم، احنا حقيقة بعاد من ناحية الجغرافية، لكن عندنا دور ليقوموا به. وأنت تقلب صفحات التاريخ تستوقفك محطات ثبات، محطات دعم للقضية بالنفس والنفيس. اللي حال ما راكم ماشيين، راكم حاملين معاكم كل المجد انتع الأجيال السابقة، فأمامكم طريقين، طريق الاستشهاد وطريق الانتصار. ذهب إلى القاهرة، ومن القاهرة ذهب إلى سوريا عشان